طيب listen to احنا كنا المره اللي فاتت بدانا فيه كان اسمه strong nuclear force. قلنا listen to في ثلاث اجزاء. قلنا المره اللي فاتت انا عندي اول جزء فيه كده listen to في ثلاث اجزاء. قلنا اول جزء احنا خدنا المره اللي فاتت اللي هو اسمه binding energy، وعرفنا الاربع قوانين بتوع binding energy. اول حاجه كنا بنجيب مين؟ الثيوريتيكال. ها الثيوريتيكال بتساوي the number of protons times Z اللي هو البروتونز عدد البروتونز plus the number of neutrons times the mass that neutron. تاني خطوة كانت اسمها mass defect. mass defect بتساوي theoretical minus the actual. تالت خطوة كانت اسمها binding energy بتساوي delta m times 931. رابع خطوة كانت اسمها binding energy per nucleon اللي هي binding energy على mass number. وعرفنا مين الاليمنت ستيبل والنوت ستيبل على حسب البايندنج انرجي الاكتر. طيب ثاني جزء من الدرس اسمه نيوكليير ستابيليتي، ودي اللي هبدا فيها دلوقتي. ثالث حته في الدرس عندي اسمها كوارك. يبقى تعالى كده نتكلم على نيوكليير ستابيليتي. طيب من اسمها كده نيوكليير ستابيليتي، اذا يا اما هتكلم على ان الاتوم دي او النيوكليوس دي ستيبل ولا نوت ستيبل. طيب هو احنا هنقسم الستيبل ولا نوت ستيبل على اساس ايه؟ يبقى انا دلوقتي بتكلم على النيوكليوس يا اما ستيبل، فاذا الاليمنت كله ستيبل، يا اما نوت ستيبل فالاليمنت كله نوت ستيبل، وده انا بسميها ريديو اكتف اليمنت، عنصر مشع، لان هو نوت ستيبل فهو اسمه ريديو اكتف اليمنت. اذا هما مين الريديو اكتف اليمنتس؟ العناصر الستيبل ولا النوت ستيبل؟ يعني ايه ستيبل ويعني ايه نوت ستيبل؟ انا بس همثل لك مثال صغير. اوكي لو انا جبت لك مثلا حته حديد خلاص او حته ذهب، والنهارده جيت اوزنها لقيتها مثلا 10 جرام اهو 10 جرام. بعد فتره او بعد سنه مثلا انت جبت حته ذهب ب 10 جرام، خاتم ذهب ب 10 جرام، بعد سنه جيت تبيعه هتلاقيه يا ترى بقى 5 جرام ولا هو 10 جرام؟ اذا النيوكليس دي مستقره ولا غير مستقره؟ مستقره. بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه هتلاقيها 10 جرام. اذا احنا بنسمي العناصر دي ستيبل اليمنتس. ايه ده؟ يعني انا ممكن الاقي اليمنت تاني جبت منه 10 جرام، عش حته كده 10 جرام مثلا 10 جرام، بعد فتره هلاقيها كام يعني يا مس؟ ان يعني اه حضرتك في عنصر مثلا اسمه الفرانسيوم. لا لا الحديد زي ما هو اه. طب بص بقى بالراحه كده، الحديد لما بيصدي هو الصدى ده عباره عن ايه؟ عباره عن مركب جديد. ده مركب اكسده، بيحصل له حاجه اسمها اوكسيديشن. ده مركب جديد، النيوكليس نفسها حصل فيها تفاعل كده، النيوكليس نفسها اتغيرت. طب الحديد لما حصل له اكسده اتحول لايه؟ حاجه اسمها ايرن 3 هيدروكسيد خلاص. بس هو ستيل ايرن، هو ده ايرن وده ايرن. سؤال، هو لو ما صداش الماس بتاعت الحديد اللي انت حاطه هتتغير؟ هتقل؟ هتتحول لاشعاع؟ لا. فده ستيبل اليمنت. انا ماليش دعوه دلوقتي هو عمل تفاعل كيميائي ولا لا، انا بتكلم على الحديد هو نفسه، حته حديد وحافظت عليها عشان ما تصديش، دهنتها من بره فما صدتش، الماس بتاعتها هتقل؟ لا مش هتقل. لكن اللي انت بتقول عليه ده تفاعل كيميائي، انا ماليش دعوه بيه. تمام اتفهمت؟ طيب نيجي للنوع الثاني. انا بقول لك انا جايبه 10 جرام، ال 10 جرام دول ده مش بعد شهرين ثلاثه اربعه، ده انا بقول لحضرتك مثلا بعد 20 دقيقه 10 minutes. تخيل يعني انت جايب 20، جايب مثلا 10 جرام من عنصر اسمه فرانسيوم، بعد 20 دقيقه ال 5 جرام ال 10 جرام دول هيبقوا 5 جرام بس بعد 20 دقيقه. متخيل؟ بعد 20 دقيقة تانيين ال 5 جرام هيبقوا 2.5، بعد 20 دقيقة تانيين ال 2.5 هيبقوا 1.25. أنت متخيل إيه اللي بيحصل؟ بيختفي، بيتحول لإيه؟ زي ما أينشتاين قال لنا إن الإنرجي بتساوي الماس تايم 931، لو أنا بتكلم عن أتوم، أو الماس تايم سبيد باور 2. الماس بتتحول لإيه؟ ها؟ لإيه؟ لإنرجي. طاقة. الطاقة دي بتظهر في صورة راديشن اشعاع. خلاص كده؟ يبقى احنا اتفقنا ايه الفرق ما بين الستيبل والنوت ستيبل؟ الستيبل هي هتفضل زي ما هي بالماس بتاعتها اللي انت حاططها، لكن الان ستيبل بتتحول من ماس لانرجي، الانرجي دي بتظهر في صورة اشعاع. ف
فهمنا يعني ايه كلمه unstable element او radioactive element؟ عناصر مشعه. هو الاليمنت نفسه انت حطه بعد النص الوقت او بحاجه اسمها الهاف لايف تايم لما ناخدها ان شاء الله في ليسون 3 هيقل النص شويه تانيين هيقل النص شويه كمان هيقل النص خلاص. طيب ده كده الانستيبل اليمنت. طيب تعالى كده نعرف يا ترى ايه سبب الانستابيلتي، هي ليه العناصر دي كده غير مستقره؟ اولا تاني اتفقنا ان النيوكليير ستابيلتي ها عند ستيبل انستيبل، الستيبل بتفضل زي ما هي الانستيبل مع الوقت بيحصل لها ديكاي. طيب ايه سبب الانستابيلتي؟ او انا ازاي اعرف اذا كان الاليمنت دوت ستيبل ولا نوت ستيبل؟ العلماء جابوا لي بطريقه سهله ان انا بجيب النسبه ما بين النيوترونز على البروتونز وبحسبها. لو الريشيو دي طلعت لك من 1 ل 1.53 اذا نعرف ان الاليمنت ده كده ها ستيبل. طب لو الريشيو بتاعتك طلعت less than 1 يبقى unstable، more than 1.35 يبقى not stable. يبقى تاني ها الريشيو اللي انا بعرف بيها الاستابيليتي من كام لكام؟ من 1 to 1.53. تعال ناخد مثال، لو جيت قلت لك عندي اليمنت زي الكالسيوم 20 وهنا 40، قول لي كده الاول عدد البروتونز كام وعدد النيوترونز كام وهات لي النسبه، النسبه نيوترونز على بروتونز ها البروتونز كام؟ 20. طب النيوترونز كام؟ ها ماينس يبقى برضه 20. الريشيو كام؟ يبقى 20 اوفر 20 هتطلع كام؟ 1. وعاده اللايت اليمنتس، اللايت اليمنتس يعني ايه كلمه لايت اليمنتس؟ العناصر الخفيفه الريشيو بتاعتها بتبقى ب 1. صعبه؟ فيها مشكله؟ تمام. تعالى ناخد اليمنت تاني، لو جيت قلت لك حاجه زي التريتيوم، فاكرين التريتيوم الاتوميك نمبر كام؟ 1 والماس نمبر 3. هات لي كده الريشيو ما بين النيوترونز على البروتونز، النيوترونز كام؟ 2 والبروتونز كام؟ 1. يعني الريشيو كام؟ 2. الريشيو دول اسال نفسك هي ما بين ال 1 لل 1.53 ولا لا؟ لا. اذا الايزوتوب ده نوت ستيبل، اذا هو راديو اكتف اليمنت. اتفقنا؟ طيب لو جيت قلت لك اليمنت زي ده بي بي 80 2208 وده يتحفظ، ده مين ده؟ اللاد الاتوميك نمبر 82 الماس نمبر 208. تعالوا نشوف راديو اكتف ولا لا. انا بحسب ازاي راديو اكتف ولا لا؟ بجيب الريشيو، عندك هنا كام بروتون وكام نيوترون؟ ها كام بروتون؟ 82. كام نيوترون؟ تعالى نعمل ماينس يبقى 200 ماينس 82 هتطلع 126. تعال نجيب الريشيو، الريشيو ما بين مين ومين؟ النيوترونز على البروتونز هتطلع لك 1.53 بالظبط. إذن ده ستيبل ولا نوت ستيبل؟ بص كده ده الماكس. إذن اللي بعده unstable. إذن ده بنقول عليه the heaviest stable element. تاني the heaviest stable element هو الليد. اللي بعده نوت، لا ده ستيبل element. اهو بس الستيبل عشان النسبه بتاعتك طلعت كام؟ 1.53. يبقى تاني اتفقنا ازاي اعرف اذا كان الاليمنت ده ستيبل ولا نوت ستيبل؟ هحسب الريشيو خلاص. لو هو ستيبل هتبقى من كام لكام؟ من 1 to 1.53. لو هو انستيبل يا اما less than 1 يا اما more than 1.53. في مشكله في الكلام ده؟ طيب العلماء عملوا ايه؟ جابوا كل العناصر اللي موجوده عندنا وقاموا رسمينها على جراف خلاص. احنا عندنا كام اليمنت بالايزوتوبس؟ كتير. فقاموا جايبين الريشيو ما بين كل النيوترونز والبروتونز وقاموا رسمينها على جراف زي ده. طيب تعالى كده نفهم الجراف ده. اولا مش احنا اتفقنا ان انا بحسب النسبه عن طريق حساب النيوترونز على البروتونز؟ طيب فقمنا رسمين هنا جراف اهو، مين اللي هيبقى على الواي اكسس؟ ها النيوترونز. مين اللي هيبقى على الاكس اكسس؟ عدد البروتونز. تمام؟ فبدانا نحسب النسبه، لقينا مثلا اليمنت زي مين؟ زي الهيليوم مثلا عنده 2 بروتونز و2 نيوترونز، فكده النسبه الريشيو كام؟ 1. اليمنت زي الكربون عنده 6 و6، ما احنا لسه قايلين ان العناصر الخفيفه الريشيو بتاعتها تقريبا كام؟ 1 اهي. خلاص؟ يعني ده هتلاقي عدد البروتونز قد النيوترونز.
في عناصر تانية برضو خفيفة بس الريشيو بتاعتها مش بتساوي الوان. فقمنا رسمينها بالمنظر ده، هتلاقيها اهي خلاص. فده العناصر اللي هنا دي النسبة بتاعتها من كام لكام؟ من 1 up to 1.53 صح؟ إذا العناصر دي stable ولا not stable؟ stable. فالخط ده سميناه stability bent. اسمه ايه تاني؟ stability bent. ليه تسمى stability bent او bent of stability؟ طب ليه تسمى stability bent؟ لان كل العناصر اللي stable موجوده فيه فتسمى stability bent. في مشكله في الكلام ده؟ طيب انا لو جيت قلت لك ان انا عندي element، الاليمنت دوت البوزيشن بتاعه على الـ على الـ على الجراف دوت مثلا موجود هنا اهو، فالاليمنت ده انا هسميه ايه؟ لقيت اليمنت تاني موجود هنا، فالاليمنت ده انا هسميه بي، واليمنت تالت موجود هنا هسميه سي. سؤال بقى، اي ستيبل ولا نوت ستيبل؟ نوت ستيبل. طب وبي؟ نوت ستيبل. طب وسي؟ نوت ستيبل. طب سؤال، لو جيت هنا قلت لك ان انا عندي هنا اليمنت اسمه دي، ستيبل ولا نوت ستيبل؟ تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا كل العناصر اللي موجوده على على الخط ده اسمه لا، ده الماكس بتاعي، مش احنا اتفقنا ان انا اخلي هنا الليت الريشيو بتاعته 1.53، هنا زياده عن 1.53، تمام؟ طيب تعالى نفتكر، ها كده عندك ثلاث اماكن لعناصر مختلفه لانواع مختلفه مش موجوده على الخط. يا ترى ايه سبب الانستابيليتي بتاعتها؟ تعالى نفهم برضو من الجراف. قول لي كده العناصر الاولى دي يا ترى هي موجوده فين بالنسبه للجراف؟ دي موجوده فين؟ على الليفت سايد ولا على الرايت سايد؟ على الليفت. اذا دي موجوده على الليفت سايد صح؟ طب والعناصر دي موجوده فين؟ في الرايت سايد. طب والعناصر دي موجوده فين؟ اباف، يعني فوق الاستابيليتي بيلت. يبقى احنا كده تعالى نعرف ثلاث انواع من العناصر الغير مستقره. ليه غير مستقره؟ لان هي مش موجوده على الاستابيليتي بيلت، والنسبه ما بين النيوترونز على البروتونز نوت ايكوال تو 1.53، اذا هي نوت ستيبل. طب الثلاث عناصر دول هيبقوا موجودين فين؟ يا اما ات ذا ليفت سايد، يا اما الرايت سايد، يا اما اباف. دورك دلوقتي تعرف لي ايه سبب الانستابيلتي بالمنظر. ها هنا عندك في الليفت سايد هي قريبه من مين اكتر؟ النيوترونز. فدي سبب الانستابيلتي ان عندها نيوترونز كتير، النيوكليس مش عارفه تسيطر عليها. طب هنا ايه سبب الانستابيلتي؟ ها عندها بروتونز كتير فالاتوم مش عارفه تسيطر عليها. طب هنا بص كده هي في النص فعندها بروتونز ونيوترونز كتير الاتوم مش عارفه تسيطر عليها، يعني ايه يا ميس؟ تعالى نتخيل مثال. جيت قلت لك ان انا دخلت كلاس هنا مثلا ولقيت عدد الولاد 70 ولد وثلاث بنات، الكلاس ده هيبقى ستيبل؟ لا طبعا، هتلاقي فيه ما شاء الله عفاريت بيتحركوا في كل حته. نوت ستيبل. طب العكس، ها يبقى اول سبب في الانستابيلتي ان عدد الولاد اكتر من البنات. طيب ثاني سبب، لو جيت قلت لك دخلت برضو كلاس عادي جدا لقيت 70 بنت وثلاث ولاد، برضه هيبقى ستيبل؟ برضه لا، ان شاء الله الرغي هيشتغل، برضه الكلاس هيبقى نوت ستيبل. طيب ثالث سبب، جيت قلت لك انا دخلت كلاس عندي 100 ولد و100 بنت، على فكره النسبه 100 على 101 بس برضه انستيبل. في الحاله دي ليه انستيبل؟ عدد البروتونز والنيوترونز كتير جدا فعاملين تنافر رهيب، النيوكليس ضعفت مش قادره تسيطر عليه. في الحاله دي الثلاث حالات انا عندي انستابيلتي. ها في الثلاث حالات العناصر دي بسميها ريديو اكتف. اذا ايه الثلاث اسباب بتوع الريديو اكتيفيتي؟ ها اول سبب النيوترونز اعلى من اللازم، او البروتونز ازداد اعلى من اللازم، او البروتونز والنيوترونز اعلى من الاتراكشن فورس او النيوكليير بايندنج انرجي فمش النيوكليس مش قادر يسيطر عليه. خلاص كده اتفقنا؟ طيب الاتوم بقى او انا موجوده هنا فانا عايزه اعمل ايه عشان اسيطر عليكم؟ لو انا عندي بروتونز كتير او عندي عدد كبير من البنات اكيد في حاجه اعملها عشان اسيطر على الناس. طب لو عندي بالظبط لو عندي ولاد اكتر هشيل شويه ولاد، طب لو عندي ولاد وبنات كتير هبدا اطرد ولاد وبنات. ماشي يا ماشي يا ماشي يا عم. خلاص
تعالى كده نعرف ايه اللي بيحصل هنا. بس قبل ما نعرف الاتوم بتتصرف ازاي لما يبقى عندها نيوترونز كتير او بروتونز كتير او النيوترونز والبروتونز كتير، اول حاجه تعالى بس كده نعرف شويه رموز مهمه جدا هتكمل معاك في بقيه التشابتر. لو انا جيت قلت لك اكتب لي رمز النيوترون، ها نيوترون، ورمز البروتون، رمز بارتيكلز، حاجه اسمها البيتا، حاجه اسمها البوزيترون، بوزيترون، وحاجه اسمها الفا، وحاجه اسمها الديوترون. طيب تعالى كده الرموز دي هتتحفظ زي اسمك. تمام، اول حاجه لو انا بدات اتكلم على مين، على الديوترون الاول، سوري النيوترون، ها النيوترون ده رمزه ايه؟ ان. احنا كنا بنكتبه ان صح، بس انا محتاج اكتبه بمثابه التشارج والماس. النيوترون ليها تشارج؟ لا، فانا هكتب هنا زيرو. ها ليها ماس؟ تقريبا 1. يبقى انا لما اجي اقول لك قول لي رمز النيوترون بعد كده هتكتبه لي ازاي؟ ان 0 1. زيرو دي بتدل على ايه؟ على تشارج. ال1 بتتكلم بتدل على ايه؟ على ماس. صعبه؟ يبقى دي بتدل على التشارج، ها ودي بتدل على مين؟ على الماس. طيب تعالى نمبر 2، البروتون. البروتون رمزه ها بي، ماشي ده رمز الاتوميك نمبر. طيب البروتون رمزه بي، ساعات بيبقى هيدروجين اتش. ليه ماس؟ ها ليه تشارج؟ كام؟ بوزيتيف 1. صعبه دي؟ طيب البيتا، البيتا دي بص كده انا هكتب لك شبيهة الالكترون، شبيهة لمين؟ ها للالكترون. طب قول لي كده هو الالكترون كانت الماس بتاعته كام تقريبا؟ زيرو. ليه؟ لان هي كانت تقريبا نيجليجبل صح؟ مش احنا لسه قايلين من شويه او الحصص اللي فاتت ان البروتون الواحد ب 1800 الكترون، يعني الالكترون بكام؟ واحد على 1800، رقم صغير جدا فاحنا بنهمله. تمام؟ طب ليه تشارج؟ ليه ده نيجاتيف. في مشكله في الكلام ده؟ طيب النيوكليوس فيها جزئين تاني شبه ده بالظبط بنسميه بوزيترون، بس شحنته بتبقى بوزيتيف. ها مش الالكترون شحنته نيجاتيف؟ في بارتكل نفس الماس بالظبط بتاعت الالكترون بس شحنته بوزيتيف، اسمه ايه؟ بوزيترون. اسمه ايه تاني؟ بوزيترون. طيب الالفا دي رمزها هنعرف ان شاء الله الحصه الجايه ايه الفرق ما بين الالفا، هي طبعا شبه الهيليوم بالظبط 2 4، وده الرمز الاقصر بالنسبه لي الفا. خلاص الالفا دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 بروتونز و2 نيوترونز، عباره عن 2 بروتونز و2 نيوترونز. طيب الديوترون واخدينه قبل كده هو عباره عن ايه؟ كام كام؟ 1 2. يلا كده تاني نحفظ كده المنظر ده بسرعه. عندك هنا نيوترون ان 0 1، بروتون بي 1 1، بيتا اي نيجاتيف 1 0. طب الديوترون البوزيترون اي بوزيتيف 1 0. الالفا اتش اي 2 4، الديوترون اتش 1 2. تمام ده اتحفظ؟ في مشكله؟ خلاص. طيب تعالى كده نفتكر مع بعض احنا كان عندنا كام منطقه في الجراف اللي احنا كنا راسمينه دلوقتي. في مشكله اللي هم الانستيبل، كان اليمنت موجود فين؟ في الليفت سايد، ها والاليمنت الثاني موجود فين؟ في الرايت سايد. النوع الثالث كان موجود فين؟ اباف. تعالى نفتكر ايه سبب الانستابيلتي بتاع كل واحد منهم. ها قلنا اللي موجود في الليفت سايد، حد كده يفكرني كان ايه سبب الانستابيلتي؟ انا عندي ايه؟ نيوترونز اكتر من الطبيعي اهو، يبقى سبب الانستابيلتي ان عدد النيوترونز ماله اكتر من الطبيعي. طيب امال الرايت سايد كان عدد مين اكتر؟ ها البروتونز مالها اكتر من الطبيعي. طب امال الاليمنتس اللي كانت اباف كان ايه سبب الانستابيلتي؟ كان عدد مين ومين؟ النيوترونز والبروتونز اكتر من الطبيعي. البروتونز والنيوترونز اكتر من الطبيعي. طيب هنا الاتوم لازم تعمل حاجه عشان تبقى ستيبل.
تبدا تعمل ايه؟ مش انا هنا عندي نيوترونز كتير فالاتوم هتبدا تعمل ايه يا فراغ؟ انا عندي هنا كتير نيوترون فهتقوم جايبه كل وحده نيوترون تروح تحولها لبروتون. بص كده تاني ها بتعمل ايه الاتوم؟ بتحول من نيوترون نيوترون تحولها لمين؟ لبروتون. صعبه دي؟ بالراحه. كل نيوترون يتحول لبروتون لغايه ما تبقى مسكر. طب النيوترون فكرني كده انا كنت بكتبه ازاي؟ مين اللي تحت؟ زيرو ولا 1؟ زيرو. مين اللي فوق؟ 1. طب البروتون؟ 1 1. المعادله دي موزونه؟ ما دي معادله زي بقيه المعادلات. مش المفروض هنا يبقى زيرو؟ صح؟ ايه المفروض اللي انا احطه هنا؟ نيجاتيف؟ ها؟ نيجاتيف 1. ما نيجاتيف 1 1 يبقى كام؟ زيرو. طب فوق كام؟ بلس 1 يديك 1 زيرو. فكرني كده مين اللي كان شبهه كده؟ الالكترون. اللي هو كان اسمه ايه البارتكل ده؟ بيتا. اذا هنا ده عشان يبقى ستيبل امت بيتا بارتكل. بص هو الكتاب كاتب لكم ان هو امت بيتا بس انت جت منين بيتا دي؟ ها؟ فانت فهمت جت ازاي؟ طيب اللي ما فهمش دي تعالى اللي بعدها. انت عندك هنا مين الكتير؟ بروتونز. ده البروتون. البروتون كان رمزه ايه؟ 1 1. كل بروتون بيتحول لايه؟ لنيوترون. ما هي الاتوم عشان لو فيها عندها بروتونز كتير تحول البروتون لنيوترون. طب لو عندها نيوترونز كتير تحول النيوترونز لبروتونز. طب انا لما احول البروتون لنيوترون تعالى نكتب الرمز بتاعي وانت افهم ايه اللي هيطلع. كام بلس 0 يديك 1؟ ها 1 اهو بوزيتيف 1. كام بلس 1 يديك 1؟ 0. ده مين ده؟ اهو كان بيتا. لا لا ده مش بيتا ده بوزيتيف لكن البيتا نيجاتيف. كان اسمه ايه؟ بوزيترون. اسمه ايه تاني؟ بوزيترون. اسمه ايه يا رجاله؟ بوزيترون. اذا العناصر اللي موجوده في الليفت سايد ايه سبب الانستابيليتي بتاعتها؟ ان عدد النيوترونز اكتر من عدد البروتونز فالاتوم بتعمل ايه؟ بتحول نيوترون لبروتون وامتنج للالفا للبيتا بارتكل. طب العناصر اللي موجوده في الرايت سايد ها عدد البروتونز اكتر من النيوترونز فالاتوم بتحول بروتون لنيوترون وتطلع جسيم اسمه بوزيترون. صعبه دي؟ فيها مشكله؟ طيب تعالى كده هنا اباف ذا ستابيليتي بيلت. مش احنا اتفقنا انا عندي بروتون ونيوترونز كتير فهقوم مطلعه 2 بروتون و2 نيوترون اللي هم مين؟ 2 بروتونز و2 نيوترونز. الفا. برافو. اذا هي هتعمل امت ها للالفا بارتكل اللي هي اتش اي 2 4. صعبه دي؟ تمام؟ في مشكله في الجزء ده؟ يبقى تاني ها الاكس الجزء اللي عند الاباف ده سوري اللي موجود في الرايت سايد الرايت يبقى عدد النيوترونز اكتر او الليفت عدد النيوترونز اكتر من البروتونز فاذا الاتوم بتحول النيوترون لبروتون وتطلع بيتا. الرايت عدد البروتونز اكتر من النيوترونز فالاتوم بتحول البروتون لنيوترون وتطلع بوزيترون. اباف عدد البروتونز كتير وعدد النيوترونز كتير فوق الطبيعي فالاتوم بتطلع 2 بروتون و2 نيوترون يعني في كل مره بتطلع الفا. صعبه دي؟ فيها مشكله؟ يبقى تعالى كده تاني للاستابيليتي بيلت اهو ها دي بتطلع ايه؟ من النيوترون للبروتون امت ها بيتا. طب هنا في الرايت سايد بالبروتون بيتحول النيوترون وبتطلع بوزيترون. طب هنا بتطلع الفا، الفا اللي هي اتش اي 2 4. صعب الجزء ده؟ في مشكلة؟ ماشي. طيب ناخد بس مثال صغير كده. ناخد مثال صغير بيقول لي study the opposite graph and answer. طبعا هنا الـ opposite graph قولوا لي كده مين هنا عندك stable element؟ مبدئيا هو اكس ده اسمه ايه؟ اكس ده اسمه ايه؟ ستابيليتي بيلت. اسمه ايه تاني؟ ستابيليتي بيلت. طيب مين هنا من دول العنصر اللي بيطلع الفا بارتكل؟ بي اهو لان هو فين؟ اباف ذا ستابيليتي بيلت. طب مين العنصر اللي بيطلع بوزيترون؟ سي. مين العنصر اللي بيطلع بيتا؟ اي. صعبه؟ اي
سايد اهو A في الليفت سايد بيطلع بيتا. الرايت سايد هيطلع بوزيترون. أباف يطلع الفا. تمام؟ في مشكلة في الكلام ده؟ ماشي. تعالى كده ندخل على الجزء اللي بعده. ها؟ حاضر. Concept of quarks. طيب. تعالوا كده نفتكر من إعدادي واحنا بنقول إن الأتوم هي الـ building unit of the non-living thing أو building unit طبعا لأي حاجة، يعني مين أصغر حاجة في الكون؟ الأتوم، صح كده؟ طيب، في أصغر من الأتوم؟ في أصغر من الأتوم؟ مفيش؟ أمال الإلكترونز والبروتونز والنيوترونز؟ ما هي دي الأتوم بتتكون منهم، صح؟ إذا إيه الأصغر منها؟ ها الإلكترونز ومين تاني؟ والبروتونز ها؟ والنيوترونز؟ في اصغر من دول؟ طيب 1964 عالم اسمه ماري جيلدمان، العالم ده اكتشف ان البروتونز والنيوترونز بيتكونوا كمان من سب بارتكلز اسمها كواركس. على فكرة العلماء مقسمين مثلا ان اصغر حاجات في الكون كلها حوالي مثلا عن حوالي مثلا 12 او حاجة سب ماتيريالز، يعني الكون كله او البيلدينج يونت الصغيرة خالص اصغر حاجة في الكون، الكون كله بيتكون منها فيهم تقريبا حوالي 12 حاجة منهم الكواركس. يعني في اصغر تاني من الكواركس؟ لا. طب هي ايه الكواركس دي؟ الكواركس دي عبارة عن جسيمات اصغر من البروتونز والنيوترونز. فميري جيلمان قال ان انا عندي ست اشكال من الكوارك. يعني ايه ست اشكال؟ يعني انا عندي ستة كل واحد منهم ليه شحنة مختلفة. طب هو الشحنات اللي حطهم دول على اساس ايه؟ هو مبدئيا كده قال لي تاني ان الكواركس عبارة عن ست اشكال. طب الستة دول حسبهم على اساس ايه؟ على اساس شحنتهم. طب شحنتهم دي بالنسبة لمين؟ ما أنا بجيب شحنة بالنسبة لا شيء؟ لا، بالنسبة أكيد لحاجة أنا عارفها قبل كده. فهو حسب شحنتهم على أساس شحنة الإلكترونز. مش إحنا المفروض كنا عارفين شحنة الإلكترون؟ ده من 1968 تقريباً أو سوري 86 تقريباً. عارفين شحنة الإلكترون. طب ده الراجل ده أوريدي كان عارفها. فإدى أرقام لشحنة الكوارك على حسب شحنة الإلكترون. الفهم دي؟ تمام، سماها كيو. طب هما مين الكواركس دي؟ قال ان انا عندي ستة، واحد اسمه up، التاني اسمه charm، يبقى تاني ها up، التاني اسمه charm، تالت حاجة اسمه top. خلاص دول كده اول نوع. ليه اسميهم وحطهم في جروب لوحده؟ لان الجروب ده نفس الشحنة، شحنتهم كام؟ positive 2 over 3 من مين؟ ما هو يعني ايه 2 over 3؟ ما انا لازم اجيب شحنه انا عارفاها من شحنه الالكترون. يعني مثلا لو شحنه الالكترون 1 يبقى دي شحنتها كام؟ بوزيتيف 2 على 3. اتفهمت؟ طيب نيجي للتاني ها؟ الاجسام التانيه اللي شحنتها العكس او عندها نيجاتيف تشارج. اول حاجه مش دي اب عكسها داون. طب توب عكسها بوتوم. وهنا تشارم ملهاش عكس اسمها سترينج. طيب عندنا ستة، مش احنا اتفقنا ان في تلاتة ليهم شحنة وتلاتة ليهم شحنة تانية على اساس شحنة مين؟ شحنة الالكترون. خلاص؟ هنا الشحنة الأولى بالنسبة للالكترون 2 over 3. الشحنة التانية بالنسبة للالكترون نيجاتيف 1 over 3 من شحنة الالكترون. يبقى تاني ها؟ up char top شحنتهم كام؟ positive 2 over 3 من شحنة الالكترون. top والداون والسترينج والبوتوم شحنتهم 1 over 3 بالنيجاتيف من شحنة الالكترون. فيها مشكلة لغاية دلوقتي؟ صعب الكلام ده؟ طيب أنا أهميته إيه؟ زي ما هي من الشحنة بتاعتي عكس الشحنة بتاعتي. خلاص؟ طيب يا ترى أنا هستفيد إيه من دول؟ ومين اهم اتنين فيهم؟ اهم اتنين فيهم ستيبل اللي بيكونوا لك البروتونز والنيوترونز هو الاب والداون، ده وده.
الباقيين دول انستيبل واحنا كده كده مش بنستخدمهم. امال فايدتهم ايه في الكون؟ دول بيكونوا بارتكلز ثانيه او جسيمات ثانيه في الكون في اليونيفيرس. لكن انا دلوقتي هدفي مين ومين؟ البروتونز والنيوترونز. يا ترى البروتونز والنيوترونز بيتكونوا ثاني من انهي كواركس عندي؟ ها الاب والداون. ثاني البروتونز والنيوترونز بيتكونوا من مين؟ من الاب والداون. تعالى كده نتكلم على البروتون والنيوترون. ها البروتون ماري جيلمان قال ان هو بيتكون ماري جيلمان قال ان هو بيتكون من اثنين اب واحد داون. تاني ها اثنين اب بلس واحد داون. طيب والنيوترون بيتكون من اثنين داون بلس واحد اب. طب تعالى كده نفتكر او نثبت نعرف الكلام ده يعني العالم ده بيخترع ولا بيقول كلام صح ولا ايه. تعالى نثبت ان شحنه البروتون فكرني كده بشحنه البروتون كام؟ ها بوزيتيف 1. طب النيوترون كان ليها شحنه؟ لا شحنتها بكام؟ ها التشارج بتاعته كام؟ بزيرو. طب امال التشارج بتاعت البروتون بكام؟ التشارج ايكوال بوزيتيف 1. تعالى كده نفتكر نعرف فعلا الكلام ده صح ولا غلط ولا الراجل ده عمال يفتي. تعالى نجيب الارقام ونثبتها. انت هنا عندك اثنين اب صح؟ مين فاكر الاب الواحد كان بكام؟ بوزيتيف 2 اوفر 3. ايوه 2 اوفر 3. الثانيه 2 اوفر 3 هما اثنين. ها بلس الداون كان بكام؟ نيجاتيف 1 اوفر 3. ادي نيجاتيف 1 اوفر 3. تعالى كده نحسب كل ده. ها بتوحيد ال 3 هتبقى تحت 4 2 و 2 4 ناقص 1 3. اذا 3 على 3 هيدي كام؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. اذا التشارج بتاعت البروتون فعلا بوزيتيف 1. اذا البروتون بيتكون من كام اب؟ 2 اب كوارك 1 داون كوارك. تمام؟ طيب تعالى كده نكمل النيوترون. ها عندك كام نيوترون؟ 2 داون 1 اب. الواحد داون كام التشارج بتاعته؟ نيجاتيف 1 اوفر 3. الداون الثاني نيجاتيف 1 اوفر 3. الاب بكام؟ positive 2 over 3 يبقى 2 over 3. تعال نجمعهم ادي 3 negative 1 و negative 1 negative 2 plus 2 0 plus negative 2 negative 1 و negative 2 positive 2 0 يعني total كام؟ اذا التشارج بتاعت النيوترون 0. يبقى الراجل ده كلامه صح ولا غلط؟ كلامه صح. طيب انا بقى السؤال في الجزء ده ازاي؟ بيجي لك ازاي؟ قبل ما ناخد سؤال تعالى كده تاني اتفقنا concept of quark. الكوارك دي particles اصغر من البروتونز والنيوترونز اللي بتعمل لك حاجات كتير جدا في الكون. هي البيلدنج يونت بتاعت الكون حاجه منهم يعني. طيب ماري جيلمان اداهم شحنه على حسب شحنه مين؟ الالكترون. كم وكام؟ positive 2 over 3 ونيجاتيف 1 over 3. طيب قلنا قسمهم لكام واحد؟ 6. اسميهم ايه؟ ها up top char شحنتهم 2 over 3 من شحنة الالكترون. طب امال التانيين اسمهم ايه؟ bottom strange ها down شحنتهم كايه؟ negative 1 over 3 من شحنة الالكترون. طب اتفقنا ان البروتون الواحد بيتكون من ها 2 up 1 down. طب والنيوترونز 1 up و2 down. طبعا بالحساب بتاعي بالكالكوليشن اثبتنا ان شحنه البروتون بوزيتيف 1 من الالكترون. يعني ايه بوزيتيف 1 من الالكترون؟ يعني قد شحنه الالكترون بس بالبوزيتيف. يعني مثلا لو الالكترون شحنته نيجاتيف 10 يبقى البروتون بوزيتيف 10. خلاص هي نفس الشحنه بس بالبوزيتيف. طيب امال شحنه النيوترون؟ ها زيرو ملهاش علاقه يعني ملهاش اي شحنه. طيب تعالى كده نشوف مثال بيقول لك show the composition of quarks in helium atom. هو دلوقتي عايز بيقول لك احسب لي عدد الكواركس اللي موجوده في الهيليوم He2O4. طب نبدا بايه؟ مش انا عايز احسب الكواركس. طب الكواركس دي موجوده فين؟ في البروتونز والنيوترونز. طب نجيب الاول البروتونز والنيوترونز. هنا انت عندك كم بروتون؟ ها؟ عندي كم بروتون وكم نيوترون؟ 2 بروتونز كم نيوترون؟ 2. طيب تعالى نفتكر البروتون الواحد ها في كام اب وفي كام داون؟ اثنين اب وان داون. يعني انت كده عندك عدد الكواركس اب وعدد الكواركس داون. ها
تعالى كده نحسبها، وهنا نفس الكلام الاب والداون بالراحه كده. عندك كام؟ واحد اب. هنا المفروض اتنين بروتون، البروتون الواحد في اتنين، يبقى اتنين في اتنين يبقى 4 اب. طيب في كام واحد داون؟ 1 داون. في اتنين يبقى اتنين. دي صعبه دي؟ نعم؟ ما احنا لسه قايلين البروتون في اتنين اب واحد داون. خلاص؟ طب النيوترون بتتكون من ايه؟ ها؟ اتنين، سوري 1 اب و 2 داون. طب انت عندك اتنين، يبقى اتنين في واحد باتنين. طب الداون كام؟ يبقى 2 تايم 2 ايكوال 4. اتفهمت دي؟ اذا التوتال بقى قول لي كده الهيليوم في كام واحد اب؟ 6. وفي كام واحد داون؟ 6. صعبه؟ فيها مشكله؟ تمام؟ طيب ناخد مثال تاني. اخر مثال، لو جيت قلت لك ليثيوم ها 3 7. أول حاجة بتجيب عدد مين؟ البروتونز ها والنيوترونز. عندك كام بروتون؟ 3. وعندي كام نيوترون؟ 4. طب الواحد بس منهم هيبقى في كام أب وفي كام داون؟ وهنا نفس الكلام، في كام واحد أب وفي كام واحد داون؟ ها في كام؟ 2 في 3 6. يبقى دايما الأب في البروتونز ضعف الرقم، الداون قده. صعبة دي؟ في النيوترونز الاب قد عدد النيوترونز لكن الداون ضعفه. ماشي، مش حاجه عندنا ثلاثه بروتونز، الواحد في اثنين اب بقوا كام؟ 6. طب الداون واحد لكل بروتون يبقوا كام؟ يبقوا 3. خلاص؟ طب كده التوتال اب كام؟ والتوتال داون كام؟ يبقى 6 و 4 10، 3 و 8 يبقى 11.